طب اسئله من عندك كده في الماضي كده، اسئله في الماضي كده طبعا سبعين تقريبا. طيب احيانا السؤال زي رقم 22 ده بيختبر هنا في الكونكت، يعني الرابط اللي يمشي مع الاسئله دي. خلاص هنا بقول the children had been playing heavily. One of them started crying. وين؟ ها؟ وين؟ اللي محضر الاسئله دي اللي كده تواجه برفع ايده كده. اللي محضر الناس اللي ما حضرتش بقى احنا جايين عشان ابقى ده شرح حصل فكره اللي اتسال شرح دي اسئله جت واجه. طيب احلف لكم بالله بقى ان في ناس كده لا كانت معايا في الحصه الساعه وشويه دي ولا فتحت الكتاب ده من يوم ما كانت هنا وجاء الوقت تقعد قدامي وعادي تلك في اي حاجه تضايقنا يعني حاسب نفسها كده طالبه في ثالث ثانوي يعني حد اثنين ثلاث اربع اربع ايام لا كانت مركزه هنا ولا ذاكرت اي حاجه ونيجي الوقت بقى نعيد ونزيد ونقول اه مفيش مشكله خالص مش عارفه تحل صفحتين ثلاث ونسمى نفسها طالبه في ثالث ثانوي. عندنا بقى ماضي تام مستمر بتكون من ايه؟ هادين بلاي وراها ستارت. طبعا احنا خدنا الحصه اللي فاتت الفرق بين الباست بيرفكت الماضي ايه؟ تام سيمبل البسيط كونتينوس مستمر. طيب هي فور ذا كمباني 14 years before they made him the manager. يعني هو كان شغال في الشركه بقاله 10 سنين قبل ما يخلوه مانجر يعني مدير هاد ان وركينج طبعا نمبر دي. طيب they made him the manager يعني جعلوه ايه؟ مدير. لو عاوز انا بقى فيرب اللي هو بروموت رقي رقي طبعا جايبينها بروموشن ترقيه. لو شخص تمت ترقيته تبقى بروموتد يعني شخص تمت ايه بقى؟ ترقيه بروموت طبعا ده فيرب ناون او برنامج مثلا ادجكتيف قريبه يعني معناها يرقي يعني ايه زي ابجريد كده. طيب ابرموت بروموشن ها بروموتي ان هو يروح ل هاير رانك مكانه فاكرين الحته دي بقى؟ مكانه ايه بقى؟ اعلى اللي هو السنه اللي فاتت جت في الامتحان على كلمه رانك دي يعني معناها منزله او مرتبه اعلى. ممكن نحط بوزيشن؟ ماشي بوزيشن. حاجه هنا حاجه محروقه هنا نطفي دي؟ ليه؟ ده انا مش شايف كده؟ ماشي نقول افتر افتر تو ذا ستيشن طبعا افتر وبيفور ممكن اضيف الفعل ايه؟ بس يكون الفعل ايه مشترك. الناس اللي ما كانتش حاضره الحصه اللي فاتت حصه مهمه جدا في الامتحان ده بيجي عليها على الاقل درجتين وممكن يكرر السؤال كمان. يعني يجيب مره ماضي تام ومره ماضي تام ايه مستمر يعني ممكن يجي عليها درجتين او ثلاثه او اربعه. لسه مهمه جدا انا بعت لكم الفيديو اللي انا اتشغل فيه بعته بي دي اف الجزء اللي انا اشتغلت فيه. بقول كده اي ذا بايك فور لونج وين ات برو هادي كبير نمبر ايه يعني ما كنتش بستخدمها لوقت ايه طويل قبل ما هي برو بروك يعني معناها تعطل او تتكسر يعني. مدر علي ذات هي تو دو ذا شوبينج افتر سكول ريمايندد ولا ويل ولا ريمايندد وهادي نمبر دي ريمايندد علي ذات هي هاد برومش يعني هي بطلته ان هو ايه؟ وعد بطلته ان هو ايه؟ وعد ماشي؟ يعني التسجيل رقم اثنين والوعد الاول وين اي تشيك ماي تشينج اي ريلايز ذا سيلر مي 20 باوندز تو ماتش هاد جيفن الجمله دي في رقم 27 فيها وين مش كده؟ في ثلاث افعال تيك ذا لايف وبعدين هات جيم بيبقى اثنين مره بسيط واحد مره تاني يعني بيظهر ماضي تام واحد ممكن الثاني يبقى بسيط او ممكن مستمر يعني الماضي التام بسيط او الماضي التام ايه مستمر. بيقول لك لما فحصت التشينج حد فاكر يعني ايه تشينج؟ لما قدامنا حاجه هتقولنا نسال فيها الطالب الطالب بيسال الطالب بيبقى انكويزيتيف مستفسر كده
تشينج يعني فك، يعني في عصر الفكه اللي معايا دي معناها ما تبقى من الماء، تشينج هنا معناها فك. بقول ذا سيلر ادركت ان الايه؟ البائع اداني 20 باوند تو ماتش، يعني اداني زياده 20 جنيه. خلاص؟ سامي سموير تو ليف ود هيز فريند اوفرد هيم ا روم. هاد اوريدي فاوند سموير. يعني وجد مكان ايه؟ يعيش. خلاص؟ لان في اوفر هنا. وين ديد نو وان تيل مي ذات ماي جلاسز؟ هاد سناش. هاد ايه؟ سناش. سناش يعني يحط. ليه ما حدش قال لي ان النضاره ايه؟ تحطمت، بمعنى السؤال ده كده وين ديد نو وان، دي جمله ولا دي منفيه ولا مثبته؟ يعني ليه ما حدش قال لي؟ يعني معناها واي ديدنت نو وان. ماشي؟ واي ديد نو وان تيل مي ذات ماي جلاسز هاد سماش. كلمة سماش يعني ايه؟ حطم. سماش معناها بريك انتو بيسز، يعني يكسر اللي بقى الاجزاء، معناها يهشم. كويس؟ يبقى في بقى فرق بين سماش وبريك. بريك يعني يكسر، يكسر حاجه ممكن نصين او كده ممكن تتصلح يعني. امال لما لاحظوا بقى كده يقع على الارض اقول ايه؟ بروك سماش، يبقى معناها بريك انتو ايه بقى؟ بيسز، يعني يجي لقطع ايه بقى؟ صغيره. ماشي؟ بريك انتو بيسز. جيل 28 28 هات جيل فايندينج. انا كنت بجد مكان اعيش فيه عندما صديقي عرض عليا خبره. كنت بجد مكان ولا وجدت؟ لا انا وجدت. وجدت الفانا كامل. لان بيرد فايند هنا اصلا يعني يجد الافعال اللي بتاخد شورت تايم. ما تجيش ماضي تام مستمر. انا الحصه اللي فاتت ايه اللي ما تحطش في ماضي تام مستمر؟ الافعال يعني افعال الشعور والتملص والادراك والعاطفه بالاضافه لافعال اللي بتاخد شورت تايم. يعني ما ينفعش اقول بقى هاد بين او هاز بين في صور مستمر، يعني يعني معنى الجمله كده ان سامي وجد مكان يعيش فيه عندما احد اصدقائه عرض عليه ايه؟ حجره، بس هو كان وجد يعني. يبقى هاد بين، يبقى هاد اوريدي ايه؟ فاوند نمبر 2. السؤال رقم 29 قلنا واي ديد نو وان تيل مي ذات ماي جلاسز هاد ايه؟ كده؟ ليه ما حدش قال لي ان النضاره ده اتلغت يعني؟ هنا بقى هاد سماش صح وهاد بين سماش، بس عشان عنده ايه؟ يبقى عنده ايه؟ يعني وعي باللغه. ليه ما حدش قال لي ان النضاره حطمت او كسرت او كسرت؟ بس كان بس بريك برضه، انا حتى لو جابها بريك يبقى الجمله دي تحتمل معلومه ايه؟ هو السؤال بقى بيقول واي ديد نو وان صح؟ واي did no one tell me وبعدين كمل بقى. دي بتساوي في اللغة واي برضه didn't. ماشي؟ دي اثبات النفي اللي فوق. لا ما حدش قال ان النضارة اتكسر. يبقى واي didn't no one ولا ان وان؟ ان وان. واكمل برضه tell me. يبقى في الحالة دي بقول لما انفي في ايه؟ اخد ان. فاكرين النفي؟ يعني نوت اني. طب لما انفي بايه؟ بنو. هاخد فعل ايه بقى؟ مثبت. هي حاجات كده ثوابت من بتاعت الاعداد وجزء كده كمان. Did you know that their plans؟ تعرف ان خططهم ده مجهول على فكره. ليه برضه وجهه مجهوله معاهم؟ فين المعلومه؟ لان هي في الهاتف ليه بتحتمل الاثنين؟ يعني معناها ايه؟ بقول لك ليه ما حدش قال لي نضارتي تحطمت او وطنت، كسرت او خسرت؟ في الحاله دي الاثنين بيبقوا صح. جاي قبل كده قلت لك يعني ايه معناها يتحطم او يتحطم؟ ماشي يتحطم او يتحطم الاثنين. انا اقول الجمله دي تمشي معلومه ايه؟ مجهول. جت قبل كده جمله ترجمه في ثالث ثانوي سيتغير العام القادم شكل محتوى الكتاب المدرسي.
الجمله بتقول كده. الكتاب ايه الثاني يا جدعان؟ لما اقول سيتغير العام القادم شكل ومحتوى الكتاب ايه؟ المدرسه. اقول نيكست يير ذا شيف ان ذا كونتنت. شيف يعني ايه؟ شيف ان ذا كونتنت محتوى اوف ذا سكول بوك. شكل محتوى الكتاب المدرسي سوف ايه؟ تتغير. الاجابه هنا اقول ويل تشينج صح؟ ويل بي تشينج. سيتغير شكل محتوى الكتاب ايه؟ المدرسي. هنا اقول ايه؟ تشينج صح؟ سوف يتغير او سوف يغير. يعني الناس هي اللي ايه؟ تتغير. لان كلمه تشينج يغير او يتغير. سماش يحطم او يتحطم. بريك يكسر او ينكسر. ينكسر. يبقى ممكن اقول هنا ويل بي تشينج. طبعا مش كل الافعال، الافعال دي بتتحط في المحتوى ده بس. طيب did you know that their plans، تعرف ان خططهم had been changed. had been ايه؟ changed. did you know that their plans had been changed. طبعا did هنا مضارع ولا ماضي؟ ماضي. لو كان السؤال بقى do you know كنا خلناها ايه؟ have. نفس الفكره يعني بطلع خطوه قدام. لو جاب لي مضارع اخد مضارع ثاني. I left home before I realized. انا تركت البيت كده قبل ما ادرك يعني I my mobile phone. هات فورجوتن. هات ايه؟ فورجوتن. لاحظوا برضه هنا ان عندكم فعلين. left مرة بسيط. realized مرة بسيط. هات فورجوتن مرة ثانية. Why the bathroom before you took a bath. هنا الجملة مربوطة بإيه؟ before you took. يبقى ناخد ايه بقى؟ hadn't you clean. لماذا لم تنظف يعني؟ hadn't you clean. Maher was very rude. كريم considering تكون يعني كل ما يخص considering he him for a few days had only known. يعني had only known. ايه بقى؟ البول ايه؟ عندنا فيرب نوع يعني ايه؟ يعني قلنا الفيرب دوت فعل ستيتد يعني على يعني ضبط نوع ايه؟ يعني اختلط كده وبقى اختلط كده الاول اتاكد ان ده ينفع اي ان جي ولا لا. خلاص؟ طيب هنا بقول ماهر واز فيري رود وكريم كونسيدرينج. كونسيدرينج يعني فيما يخص. اكتب الله بيعرف برضه مع الوضع في الاعتبار. كونسيدرينج بتساوي في اللغه بقى ريجاردينج او كونسيرنج فيما يخص أو مع الوضع في الاعتبار. عندي ثلاث كلمات كده يمشوا هنا. considering regarding ها concerning يمشوا هنا عادي. يعني بقول ماهر كان وقح جدا مع كريم لو وضعنا في الاعتبار انه يعرفه فقط بقاله ايه؟ ايام قليله. يعني ايام قليله وكان بيعامله كده رود يعني بشكل ايه؟ احمد لوكس فيري تاير. لوكس ولا مضارع ولا ماضي؟ ايوه دي اللي احنا بنتكلم فيها بقى. يعني لما يجيب لي جمله توضيحها في الاول اقراها كويس. لوكس ولا لوك؟ لوكس. يبقى انهي بمضارع ومش بماضي. ناخد ايه بقى؟ هازمين ورقه. هازمين ايه؟ ورقه. لو قال لوك هاد. لو قال لوك بتبقى ايه؟ هاد. يعني دي اللي بتمشي معايا. هقول هير بيفور هير اكزامز سو شي ديد ويل. هاد بين ستادي. بين ستادي يعني بتذاكر كويس لذلك هي اشتغلت بشكل ايه؟ جيد. عشان الجمله دي تحتمل هاد ستادي ما جابهاش. يعني لو جاب لكم ماضي ماضي كان مستمر صح بس ما جابش ماضي كان ايه؟ بسيط. انه يمشي هي ذاكرت كويس او كانت بتذاكر ايه؟ كويس. انصح. I didn't send the report until الرابط انتل. قلنا انتل بتيجي في النص بتساوي ايه؟ كل جابه قدامها كده ماضي بسيط منفي غالبا او ماضي بسيط منفي مجهول وايه؟ معلوم. ممكن ماضي بسيط معلوم بصوره النادي زي كلمه ريفيوز يعني رفض بعدها ماضي تام او ماضي بسيط. ناخد ايه بقى؟ هات ريفايز. هات ايه؟ ما ننساش ان تل وانتل ممكن يجي بعدها اسم صريح. انتل هيز ارايفل يعني حتى ايه؟ وصوله. ماشي؟ until his apology حتى ايه اعتذار things like this يعني ممكن تلو until يجي بعدها اسم صريح. as soon as I heard of my friend's success مجرد ان سمعت بنجاحه I him
طالب حط دايره رقم 17. هنا بقى ممكن الطالب يقعد يدرس طول السنه ويجي الجمله بدرجتين يضيعها. الجمله مربوطه بايه؟ بأسهم. مين فاكر اسهم از وراء ايه؟ افضل بجراء ماضي كده. اسهم از طبعا اسهم از زي كلمه ايه؟ اخطر. مش كده؟ زي كلمه وين مثلا؟ دي المفروض بيجي بعدها الحدث رقم كام؟ الاول وبعدين الحدث رقم اثنين عشان ما ننساش يعني. الاول ده المفروض ماضي تام ماضي بسيط وبعدين ده ماضي بسيط ماشي ده هو ده نو تشينج مش تغيير الماضي بس مش تغير ده بقى ممكن يكون ماضي تام او ماضي بسيط لو ما فيش فاصل زمني او مش فاصل زمني بين الاثنين يعني ما فيش طالب بقى يشوف ماضي بسيط يقول لي طب ما اخد الثاني ماضي ايه تام لا يبقى احنا مش فاهمين القاعده هي مقسومه بالنص اهي هواية ليها ماضي تام وممكن احوله ماضي بسيط ماضي بسيط امال الماضي البسيط ده نو تشينج مفيش بقى تغيير ده الجمله بادئه بتقسم اس بص كده اسم اس ده ماضي بسيط ده المفروض يكون ماضي بسيط او ايه؟ يعني هيرد او ايه؟ تمشي خلاص؟ الثانيه بقى ماضي بسيط بس ما عادش الف بقى يبقى ناخد بقى كونجريتولاتي كونجريتولاتي خلاص؟ يا نمبر دي ماي براذر شورت ستوريز فور 3 ييرز بيفور هي بابليش ذيم هاتبين ايه رايت كان بيكتب قصص قصيره قبل ما ايه ما ينشرهم هاتبين ايه رايت احنا قلنا متى نغير الاجابه يعني او الجا للبسيط واستبعد المستمر واحد لو الفعل ستيتد يعني هل ما ينفعش اضيف له لو الفعل بياخد شورت تايم يعني ايه؟ كمان بقى؟ لو ذكر عدد مرات حدوث الفعل بقول لك كان بيكتب قصص قصيره لمده كام؟ 3 سنوات مش كده؟ لو ذكر عدد القصص القصيره ذكرها تبقى بسيط لو قال مثلا بيكتب مثلا 3 شورت ستوريز يبقى هي بين رايتنج ولا بريتن لو ذكر عدد مرات ايه حدوث الفعل طالب بعد الزمن كده لازم بقى زي ما قلت يبقى في دماغه مايند ماب كده فارقه ذهنيه انا عندي بسيط وعندي ايه مستمر امتى بسيب المستمر والجا للبسيط لو الفعل ستيتد حالا لو ضاف له مجيش اثنين لو الفعل بياخد شورت تايم هي برضه فايند من شويه يعني هي جت كده ماشي ثلاثة بقى لو ذكر عدد مرات حدوث الفعل اتذكر امتى خلاص يبقى ناخد ماضي بسيط. طيب ذا ماتش وانا اي ريتش ذا ستاديوم اي ميس ذا اكسايتنج ستار لما يجيب لي في الاخر كده اي ميس ذا اكسايتنج ستار انا فوتني البدايه من سير يبقى انا وصلت ايه؟ هناخد يبقى ذا ماتش هاد بيجان هاد ايه؟ بيجان حتى لو جاب بيجان هنا تبقى غلط طبعا الباقي كله غلط هو لو جاب بيجان برضه تبقى غلط which of the following structure correct جمله واحده الجرامر صح بيقول لك وانس ناخد ايه بقى وانس اي هاد هير ذا جود نيوز اي كونتاكت العادي اللي هي الاخيره خالص الجزء ده بناخد طبعا هنا بنرجع لنا على ايه دلوقتي على البكاء بيقول لك ذا مين تو كاري اوت اور بروجكت سكسفلي اور ذا لاك اوف ماني يعني ايه لاك اوف ماني؟ نقص المال يبقى دي بقى اوبستكل يعني اوبستكل عقبه اللي بتساوي كلمه هندرانس فاكرينها؟ طيب عندي بقى اول كلمه سيجنال اشاره كيور بيقول يعني ايه؟ از اشرف واز not a hard worker it took me 7 years to qualify in law يعني qualify مين فاكر qualify بتاخد ايه؟ يبقى لما اكتب كده qualify كفعل يعني ايه؟ يتأهل اقول ممكن تاخد qualify to مش كده؟ qualify as qualify in qualify with اقول معناه ايه دلوقتي كواليفاي تو بيجي وراها انفينيتيف كان فاهم المصدر هو تاهل ما قالش تاهل في ايه بقى ولا من كليه ايه هو تاهل لكي يتعامل مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه مثلا يبقى هي هاز كواليفاي تو ديل ويز
children اطفال with special needs طيب اتو الفعل فين لما الاقي مصدر اخد تو او العكس انا الاقي تو مصدر هو مثلا تاهل عشان يشتغل مثلا في سويس يعني فضاء يبقى has been to work in space تو الفعل has been وراها job وظيفه هي has graduated as مثلا ودي وراها مثلا اقول معناها كده بروفيسور as مثلا انجينير يعني مهندس لوير ان بيجي وراها سابجكت الماده او المجال اللي هو الفيلد يعني هي كواليفايد ان لو يعني اتخرج في القانون ماشي ان ماتماتكس وبيجي وراها الدرجه العلميه درجه علميه بلس كواليفايد ويز مثلا ديجري يعني ايه ديجري؟ درجة ايه بقى؟ جامعية ديجري مثلا او هاي ديجري ماشي او اي بلس يعني حاجة عالية قوي ماشي things like this طبعا جاي منها بقى كواليفايد يعني مؤهل كواليفيكيشن يعني المؤهلات او التأهيل لما يكون في مثلا في انترفيو المفروض المحاور يقول لك وات ار يور كواليفيكيشن ماشي رقم يس هنا بقول افتر ذا ماتش افتر اي واتش ذيس ماتش اي ويل هاف واتش ذا ماتشز ان ذيس تنس تورنمنت ذا لايف ستوري اوف هيلانا سيدروس مين يقول انسباير قلنا عن انسباير كان في فترة فاتت كده نزل كده امتحان دور تاني كده أظهر علمي أبقى لو في وقت بناخد جيت إنمي كده. انسباير يعني إيه؟ يقول لهم ذا أوليمبيك ميدال وينرز هاف سيمبلي أوردز فور ذيم بناخد بقى وان هون يعني يفوز جوائز أو أسماء إن ماي أوبينيون مايك تايسون أمونج ذا جريتست رانكس يعني يصنف أو يصنف هنا جايبها إيه بقى؟ فعل ومعلوم يصنف انها هي المفروض تبقى اكتر تبقى مجهول يعني يقول لك رانكس امام تم تصنيف يعني المفروض نقول از ايه رانكت اقوى شويه من رانكت ذا بايلوت واز فورسد اوبرا تو ميك لاندنج ناخد بقى امرجنسي لاندنج هبوط اضطراري هبوط ايه اضطراري كده ون اوف ذا انجنز فيل لان بسبب ايه عيوب في احد المحركات يبقى لما اقول هبوط اضطراري خدنا كلمه ايه emergency landing emergency ايه؟ في كلمه اسمها كراش لاندنج نفس هبوط اضطراري انت اسم مين؟ يبقى emergency emergency او كراش مع كلمه لاندنج الاثنين بيمشوا هنا كهبوط ايه؟ اضطراري كراش لاندنج او ايه؟ يعني جبت كلام من هنا سبت الكرسي ده وقعدت ورا انت معايا شايف من زمان اللي هي السبوره؟ والله ما حصل بعد كلها شايف السبوره من زمان اللي هي؟ طب قول لا emergency landing crash landing هبوط اضطراري الاثنين صح part of جيزا مترو جوز برو اير طامن من فاكر طامن نافع نمبر دي اللي طبعا نمبر دي اذا منستر اوف هيلث وزاره الصحه انفصايز تحت خط اكدت انه all people taking part in the medical experiment should be متطوعين مين فاكر انفصايز؟ انا عاوز بقى بتساوي انشور بتساوي السر انشور يضمن او يكفي دي اقوى شويه يبقى عندنا كلمة انفصايز او ايه؟ السر بمعنى يؤدي جايبنا السيرشن انفصايز اللي هو ايه؟
يعني المنشيل دي بتبقى اسم على كده. يعني هنا بقول the health of health in the side guy. I was very proud when my daughter received a prize for her achievement. تلقت ايه؟ جايزة بسبب ايه؟ انجازها for her achievement. احنا بعد كده قلنا لما اكون مدي واجب وفي انا هعاقب عليك، انا مش همشي الحصه دي. مش يعني مش هشتغل وانا متضايق ومتنرفز ومحروق دم جدا. لما اكون مدي واجب بقى انت زهقت سيادتك بقى جبت الواجب نقله من زميلتك وناقشتك وانت ما ردتش عليا هتتضرب. يبقى انت نقله الواجب ده من حاجه او ما انتش فاهمها. يعني اللي هيحضر يحضر ايه؟ في دماغه. ولما اكون مدي صفحتين ثلاثه اشتغل. تسميع موجود، انما ما اشتغلش بقى. يعني انا فعلا يعني متضايق جدا ان انا بقول الكلام ده ثالث ثانوي. ثالث ثانوي وانا بقول الكلام بتاع اولى ثانوي. لما يكون في واجب يا اخوانا الناس تشتغله ومن دماغها. مش قادر تستوعبي ما عادش تيجي. شوفي مكان تاني بقى. امال ما ينفعش تقعد اربع صفحات ونص المجموعه جايه كده تعمل ورايا كده بس دلوقتي. مش فاهم حاجه وشارحين ده الحصه اللي فاتت. المطلوب مننا ايه بقى تاني بقى ان شاء الله؟ هي المطلوب الطالب بقى يعرف مصلحته وتضرب. ويعني واتمسخر في الحصه. ثرو هارد ورك من خلال عمل الجاد ذا ايجيبشن وومن كول تشينج تراديشنال ستيريوتايب اللي هو شكل ايه بقى؟ النظره اللي هو يعني التراديشنال فيو وجهه النظر التقليديه اللي احنا بنسميها اولد فاشن موضه قديمه عقيقه كده. يعني يقول لك ده راجل دقه ايه؟ قديمه يعني مش مودرن. خلاص؟ ميار شريف واز نوكد اوت يعني خرجت اوف ذا تشامبيون ان ذا سكند ها؟ راوند الجوله الثانيه سكند راوند نوك اوت هنا تنفع خرجت ونوك اوت تنفع في الملاكمه ضربه قاضيه. يبقى نوك لوحدها يعني يخبط على الباب كده نوك. طب في الرياضه بقى نوك اوت يعني يخرج من بطوله ماشي. وفي الملاكمه ضربه قاضيه. يعني لو اي فيديوهات كده خاصه بالبوكسنج اللي هي الايه؟ يقول لك نوك اوت يعني هي ضربات ايه بقى؟ قاضيه. ويجيب كده ايه يعني كليبس مقتطفات من فيديوهات معينه. يعني الشخص بياخد لكمه معينه لوز كونشسنس يفقد ايه؟ الوعي بيسميها نوك اوت. طب الثاني بيكون الرايفل بقى المنافس بتاعه هو اللي كسبان يعني. The English department at the college has a British. British. يعني محاضرة. I think it is for all athletes to represent their country in the Olympics. It's honor. يعني honor. يعني شرف. شرف لكل الرياضيين ان هم يمثلوا. فاكرين يعني ايه ريبريزنت؟ يمثلوا دولتهم في الاولمبياد. It's an honor. The famous tennis player hopes to repeat. عاوز يكرر his success on the grass. Courts. Courts يعني بقى؟ ملاعب. ملاعب دي ملاعب نجيل. ملاعب نجيل جراس يعني ايه؟ عشب او نجيل. في ملاعب بقى اللي هي بتبقى ساند يعني المال بينزل التنس. قلنا احنا بنشرح هنا كلمه كورت لها اكتر معنى. المعنى الاول محكمه. المعنى الثاني طلاق ملكي. المعنى الثالث ملعب زي ملعب التنس كده كورت. Teaching young children is a challenging and rewarding. Considered. يعني is considered. يعتبر. هتقولنا كده بتساوي ايه؟ الناس اللي بتذاكر بقى ريجارد يعني ريجارد. لما اقول كلمه كونسيدر يعني يعتبر ما مش هنشوف لا بتساوي ثلاثه ريجارد ثينك اوف اس. يبقى لما اقول يعتبر اقول ثينك اوف اس او ايه ريجارد اس او كونسيدر ما هي حاجه خالص از كونسيدر. طبعا في تعبير اسمه جود انتو كونسيدريشن زي بير ان مايند يا ده عقل اعتبار. الحاجات دي على فكره ممكن تيجي باللغه. لا جاي السنه اللي فاتت في الامتحان اوت ذا بوكس. يبقى لما اقول يضع في الاعتبار بوت انتو كونسيدريشن. اثنين بير ان مايند. برضه في تاني بوت انتو اكاونت. اللي على الصدر ده كله يضع في الاعتبار. put into consideration
من consider bear in mind bear يعني يتحمل على فكرة سمعنا يضع وبوت انتو account ولا account دي كلها معنا ايه بقى يضع في الاعتبار رقم women still have too many challenges and difficulties overcome يعني تغلب طبعا overcome بتساوي get rid of يعني يتغلب يعني بقول النساء كده ما زالوا يجب عليهم التغلب على كثير من التشالنجز يعني ايه؟ تحديات دي معناها ايه بقى التحديات ولا التغيرات؟ تحديات تشالنجز difficulties يعني صعوبات يعني ايه تو جين ايكواليتي؟ المساواة لكسب المساواة يعني ايه كواليتي؟ مساواة المساواة ده حاجة معنوية فقال بقى وين؟ احنا واخدين كل سنة وان جين يكسب شيء ايه؟ معنوي يكسب شيء معنوي جين ايكواليتي طيب In our company, there is assistant for employees who do their jobs. Rewards. مكافآت. ولكن نظام المكافآت للموظفين اللي بيشتغلوا الوظائف بتاعتهم بشكل بقى جيد. طبعا المكافأة تبقى عينية. يعني المكافأة تبقى حوافز فلوس يعني. أمال عندي كلمة بريزنتس هدايا. جيتس هدايا. أوردز أو سمة أو استحقاقات بس ما بتجيش بقى أنا عاوز أقول بنديهم حاجات عينية. زي فلوس كده عشان اخد ريورد. I had really good teachers who me a lot of confidence in me. ناخد بقى giving me. Give me. teachers who gave me a lot of confidence in myself. يعني ايه confidence؟ ثقة طبعا بتساوي trust. خلاص؟ مارس اللي هو المريخ يعني كوكب المريخ يعني. مارس is sometimes known as the red. بلاند. يعني ايه؟ بي ولا سي بقى؟ لا بي. نشوف جرامر الوقت دي. طبعا الماضي كان مستمر برضه. The day she agreed to marry him was the happiest day he had ever had. اللي نمبر ايه بقى؟ يعني اسعد يوم في حياته يعني. طبعا هنا بتكون فيها was وفيها agreed. The day she agreed to marry him was يبقى كلها ماضي. He for 30 years when he finally gave it up. Had been smoking. يعني هو كان بيدخن لمده كام؟ 30 سنة. هنا بقى جايب لكم هاد سموك، يعني خدنا هاد سموك وهاد سموك. حدث كان مستمر وانتهى قبل حدوث حادث ايه؟ وزي جايب كمان فتره ايه بقى؟ زمنيه هي 430 years. خلاص؟ نحذرنا الحصه اللي فاتت رقم 22 دي في تحذير قلت الحصه اللي فاتت. ليه طالب يقول لي كده؟ انت حتى بتنسوا الحصه اللي فاتت. اللي فاتت دي. ليه ما ينفعش اقعد سموك؟ عشان في تايمينج. من ده نعمل كده دايما يعني 430 years ما لو احنا خدناها بالعربي كان بيدخن وغاز سموك حلوه وماشيه بس مش تمشي مع المعنى خلاص يبقى ناخد بالنا ان واز وير والاي ان جي ماضي مستمر ما يجيش معاه تايمنج يعني توقيت وما يجيش معاه سنس اوف فور شي فيري ويل فور ويكس بيفور شي ونت تو هوسبيتال راحت المستشفى بقى انت بين لان قلنا وين ما جاتش يعني على ما يرام هي هيز ورك بيفور يو كام هاد فينش هنا في هنا بيفور وبعدين كام هاد فينش هو غاي يعني برضه نفس الكلام ما ينفعش اقول هاد بين فينشينج ما اقولش هو كان بيخلص شغله قبل كان تيجي لا كان الحدث هنا ايه انتهى فعلا بيفور يو كام وي فور هير رينج فور تو اورز اند ذن وي فاوند ات ان ذا باث روم هاد لوكد ولا هاد بين لوكد؟ هاد بين لوكد برضه هنا فور تو اور كانت بتدور على الخاتم بقى لها ايه؟ ساعتين لغايه ما احنا لقيناها اند باترو يبقى حارس كان مستمر لفتره ايه؟ معينه وانتهى قبل حدوث لما لقينا الخاتم خلاص ما عادش نو مور لوكينج ما عادش فيها تدوير تاني بقى خلاص؟ وجايب لكم برضه فور تو اورز تامر اول هيز اكزامز باي 5 اوكلوك يسترداي هاد فينش هاد فينش خد بالك رقم 26
سؤالي بقى، متى يظهر الماضي التام سيبرت؟ باي باي الفترة الزمنية. سيبرت يعني ايه؟ منفصل. امتى يجي بس ماضي تام من غير ماضي بسيط اللي هو الازواج؟ وادي فترة زمنية دالة على الماضي. عندكم باي 5 اوكلوك. هنا بقى زي ما قلت الحصة اللي فاتت باي 5 اوكلوك تلغي يستر داي. مش انت عندكم فينش؟ احنا خدنا فينش ولا هات فينش؟ نفس الجول ده خدناه الحصة اللي فاتت قلنا هنحط ده عليه. ان كلمة باي وفايف كلوك تلغي عمل ايه؟ لان لو بصيت على يسر دايت انت خدت ايه؟ فينش ان انا هتبقى غلط. ذي فور ان اور بيفور ذا ترين ارايف هتبين ويت كانوا منتظرين لمده ايه بقى؟ ساعه. برضه جاب لكم فايف ويت غلط لوجود كلمه فور ان اور. بيفور ستارتنج تو ايت قبل ما يبداوا اكل كده هي داون ذا تيبل هاد ليد نمبر دي هاد ليد بمعنى ايه؟ يعني يجهز كده الترابيزه كده او يعد السوفا يعني. What had he when the accident happened? Been doing. ها؟ Been doing. What had been doing before the accident. ايه الجمله دي معناها ايه بقى؟ What had he been doing؟ ده كان الحصه اللي فاتت. ده ايه؟ مبنيه على السبوره. اللي كنت الحصه اللي فاتت بقول الاسئله على السبوره صح ولا لا؟ كده ما خدناش اسئله خالص؟ كانت على السبورة ولا بالكتاب؟ فالجملة دي يقول لك what had he been doing before the wind accident happened؟ ايه اللي معناها الجملة؟ كان بيعمل ايه؟ كده طبعا عندكم had he خدنا بين الكلام ده ايه؟ ما ينفعش what had he done عمل ايه؟ لما الحادثة وقعت لا ما ينفعش been done مجهول ما ينفعش had. سؤالي بقى رقم 29 هل ينفع هنا ماضي مستمر؟ يعني لو انا قلت كده was he doing ورد بايه؟ when وبعدين اقول the accident happened. هل الجمله دي تمشي مكان اللي معاكم؟ تمشي يعني مفيش تايمنج يعني وقت مش هرد ده ماضي بسيط؟ اه ايه الوقت ايه؟ ماضي بسيط وده ماضي مستمر؟ اه والرابط هنا ايه؟ كنت بتعمل ايه لما النور قطع؟ مش زيها؟ يبقى الوات وير دوينج وين ذا لايت وينت اوت زي دي برضه وات واز هي دوينج وين ذا اكسنت هابن مش عايزين نحفظ جرامر هنا طالما مفيش تايمنج يعني ايه؟ الماضي المستمر يمشي مع مكان الماضي التام المستمر يمشي عادي رقم Yes, he, my name, so I reminded him. Had forgotten. طبعاً الأولى. We for 12 hours when he woke us up. يعني when he woke us يعني صحان يبقى had been إيه؟ Sleeping. إحنا كنا نمنا لمدة كام؟ 12 ساعة لما هو صحان. يبقى had been sleeping. خلاص؟ برضه هنا بقى سؤالي بقى في رقم 31 ينفع وير sleeping؟ لان في تايم في وقت خلاص when I the homework to my teacher I realized that I had forgotten the last page should should ده زمن ايه بقى؟ ماضي بسيط ماضي ايه؟ بسيط يعني بقول لما بقول لك when I should لما وريت الهوم ورك للمدرس كده ادركت ان برضه عندنا في رقم 32 كم فعل؟ ثلاثة should realized I had forgotten It was 1 o'clock and the rat and the dog from the next door for 2 hours. Had been barking. Had been barking. Had been. It was. It had been barking. Barking on hand back. I knew that my uncle a new car. Had bought. Had bought. New ولا no? New. ده ماضي. أنا عرفت إن جار إن عمي أو خالي اشترى إيه سيارة جديدة. هي evidently evidently يعني بوضوح أو بشكل واضح. Evidently ايفيدنت اللي معناها بوضوح وبينما ايفيدنس يعني ايه؟ بوضوح وتنفع دليل ده معنى صفه بوضوح. هي ايفيدنت هيز شوز فور ا فيري لونج تايم ذي وير ورن اوت نقول ايه بقى؟ هاد بين وورين دي جمله مهمه. من الواضح انه بيرتدي الشوز دي بقاله فتره ايه بقى؟ طويله. ايه الدليل؟ ذي وير ورن اوت اكتب جنبها كده متهالي وير خلاها ورن اوت
لم يسبق له رؤية الجمل قبل ما يجي واحد ايه سيوا. Last Sunday we out of the house where we for 5 years. Last Sunday يبقى اخد مضى بسيط يبقى ناخد بقى move. يعني move the out of the house يعني عزلنا المنزل اللي كنا قاعدين فيه بقالنا 5 سنين. ايه اللي يمشي في هنا؟ سي. اخد move the مضى تام سوري مضى بسيط واخد هاد بين living في مضى تام يبقى مستمر. يعني يوم الحد اللي فات احنا عزلنا المنزل اللي كنا قاعدين فيه بقالنا 5 سنين عزلنا ده ماضي بسيط لان في الاصل قبلها امال كنا قاعدين بقالنا كام؟ 5 سنين يبقى ده ماضي كام مستمر وفي
في فتره زمنيه فور 5 years. Before هلا went to the party قبل ما تروح الحفله something bad to have. Bad happened. شو كلمة before؟ حدث. ايوه. When she found something difficult with the homework علا. Had been helped. Well, when she found something difficult with her علا had been helped ولا was always with her. حطوا دائرة كده على رقم 40. When she found something difficult with the homework. لما تجد حاجة صعبة في الهوم ورك يعني الواجب علا لو كنت هات بين هيلبد يبقى بيقصد بس سبيسيفيك سيتويشن يعني موقف معين ماشي. اما لو بتكلم ان جنرال انا بقول كده وين شي فاوند سمثينج ديفيكالت في الهوم ورك علا هات بين هيلبد ولا هات هيلبد ولا واز اولز هيلبد ولا هيلبينج. طيب دي تابع يعتبر دي جايه في الامتحان الاخر تمشي؟ لا لا هاي مش غلط. طيب هذه هيلبد تمشي معلوم؟ برضه انا دلوقتي شلت كام؟ بقى الوقت الاستراجل الصراع ما بين ماضي تام مجهول ولا ماضي بسيط مجهول؟ ارجع للميننج يعني هي معناها بتتكلم على حقيقه يعني علا لما كانت بتقابل اي حاجه صعبه كانت دايما ساعة. بتكلم على فاكتس يعني ماضي بسيط لان كان اصله مضارع بسيط. لو هي مضارع بسيط كان الاثنين مضارع. يعني علا لما تجد حاجة تساعد صح؟ لو هي لسه في المدرسة. When علا find something difficult she is always helping. حد في العيلة بيساعدها. انا باخد الجملة ده احطها فين بقى؟ في الماضي. بتكلم عن باست هابتس خليهم الاثنين ماضي بسيط. عرفنا خدت ازاي بقى؟ ليه ما خدتش الأولى؟ لأن أنا ما بتكلمش على موقف إيه؟ معين. خلاص؟ وبعدين في نقطة تانية هي تساعد الأول ولا تجد حاجة صعبة؟ تجد حاجة صعبة. حتى لو حط عاوز لو عاوز ماضي تام تحطه فين؟ في كلمة فاين. عاوزين نكمل الجملة العصفورة دي بدون اختيارات. With what achieve not expected. عاوز اقول سيب الموبايل دلوقتي كده سيب الموبايل احط الموبايل كده في اي مكان تاني. قلت لك انا كده ما تقعدش ورا. قلت لك ما تقعدش ورا. مش في مكان. عاوز الجملتين دول انا مش هقول اختيارات. هتشيل يعني طيب عاوز اقول خلينا مثلا هنا دي فيها نقطتين اهو دي نقطتين وخلينا يعني اصوبها كده اقول مثلا last year مثلا عشان تبقى في الماضي يعني دول غلط احنا مش غلط نقطتين الفعل الصح من ايه؟ الفعل الصح من اكسبكت المنفي من فين؟ وات اتشيف صح؟ ما اللي انت بتقوله ده هتروح اختيارات وات اتشيف طيب انت قلت دلوقتي وات اتشيف ورجعت قلت وات واز ايه؟ اتشيف الصح وات اتشيف ولا وات اتشيف؟ ما حقق ولا ما حقق يعني ما تم تحقيقه ماشي يبقى المفروض تقول ان بقى وات اتشيف تعمله بقى هذه ايوه انا عاوز اقول بالعربي كده ما تم تحقيقه لم يكن كان توقع بالعربي التحقيق ده ولا التوقع الاول توقع الاول توقع الماضي كان المجهول ومن والاولانيه ماضي بسيط مجهول ومن ناخد ايه بقى؟
لازم انا واس اتشيف ما تم تحضيركم هادم بين اكسبكتيف لم يكن ان توقع. انتوا بقى تسالوا نفسكم ينفع اتشيف؟ لا لا مش عندي مجهول. ما حكم ما تم ايه؟ طيب ينفع الجمله اللي جايه وزنت ولا هرنت؟ طب ليه ما ينفعش اضيف اي ان جي هنا؟ سبيكت ما ينفعش اضيف ايه؟ اي ان جي سبيكت هنا من افعال ما ينفعش تطلع ايه؟ اي ان جي. عندنا صفحة واحدة. طيب هنقرأها كده بسرعة. طبعا ده الدرس الثالث والرابع من هنا بقول ابيليتيز القدرات. طبعا احنا عندنا بقى الصفة منها ايه بقول يعني ايه؟ قادر. I'm
ايه
نخليها بالاس بوتنشيالز بتيجي بالترجمه كتير معناها امكانيات. يعني بوتنشيالز الكلمه دي قريبه من كلمه ايه؟ ابيليتي. قريبه من بوتنشيالز بس بتبقى امكانيات عقليه اكتر منها امكانيات جسديه. بول اكتيفست بمعنى ناشط. طبعا عندي اكتف دي معناها ايه؟ نشاط. نشاط؟ اكتيفيت. نشاط. لا ده الحياة اكتف يعني صفة بمعنى نشيط. اكتيفيت هيبقى عكسها ليزي يعني كسول. ممكن عكسها ليزي او عكسها ايدل يعني كسول. اكتيفيت فعل بمعنى ينشط. ينشط ممكن اكتيفيت انتي فايروس ينشط ايه بقى؟ اللي هو المضاد الايه الفيروس. الكلمتين دول منهم كلمتين ناونز يعني اسماء مختلفين شويه. مور اكتيفيتي نشاط واكتيفيشن الاثنين دول اسماء بس في فرق كبير بين اكتيفيتي نشاط. امال اكتيفيشن تنشيط. لما اقول كده يور انتي فايروس مضاد الفيروس بتاعك محتاج محتاج نشاط ولا تنشيط؟ تنشيط. يبقى دول ناونز هم بس في يوز يعني استخدام. امال لما اقول مثلا الانشطه المدرسيه سكول اكتيفيتيز
طبعا بجمعك ايه بقى؟ الرئيس. الرئيس اكتفست، اكتفست اللي عندكم يعني بقى؟ 12. يبقى خد كلمة اكتف وخلاها ايه؟ اكتفست. طبعا اكتفست كده بتاخد بعض المسميات، ممكن اقول مثلا سوشيال يعني اجتماعي، انفيرمنتال بيئي، بوليتيكال سياسي. قلت لهم ادفنشر مغامره، بالمناسبه لما اقول قصه مغامرات ادفنشر ستوري، ادفنشر ايه ستوري، الترنتيف بديل يبقى معاها بالاس تبقى كلمه يعني بدائل. الفعل منها كلمه اولتر، الفعل نفسه اولتر يعني يبدل، اولتر معنى يبدل او ريبليس، اولتر يبدل، والترنتيف اقول لكم الترنتيف المعنيين بتوعه. اولتر كفعل يعني يبدل او يغير، دي قريبه في اللغه من كلمه تشينج، ماشي، من كلمه اكس تشينج برضو يستبدل، قريبه من كلمه موديفاي اللي معناها ايه؟ يعني موديفاي يعني يعدل. طيب الترنتيف بقى ممكن تيجي في اللغه، ممكن تيجي ادجكتيف يعني صفة، وممكن تيجي ناون يعني صفة بمعنى بديله، ماشي، ومعناها أحد البدائل، أحد إيه؟ البدائل. طبعا لو جت اسم ممكن أجمعها بإيه؟ بالإس. لو جت اسم تجمعها بالإس عادي، تجمع بالإس، يبقى ممكن في الامتحان يجيب لنا السؤال على كلمة كده الترنتيف. لما قلت الترنتيف سورس اوف انرجي، مصادر بديل للطاقة، هذا صفر. وانتوا عارفين لو جت صفة ما تتجمعش. تتجمع امتى؟ لما تبقى احد البدائل، تبقى الترنتيفز. علينا ان نبحث عن مصادر بديلة مثلا. يبقى وي هاف تو لوك فور الترنتيفز، يعني مصادر ايه بقى؟ بديلة او بدائل مثلا للانرجي اللي هو ايه؟ الطاقة. وناخد بالنا ان هي لو جت اسم تتجمع بالاس. اما لو جت صفة تبقى ايه؟ بديل. وطبعا الصفة دي تصف اسم بعدها. الترنتيف الزهايمر ديزيز، مرض ايه؟ الزهايمر. دول امبيشن، طموح، جاي منها امبيشس، طموح، صفه بقى امبيشس، يعني يو هاف تو، يجب ان تكون امبيشن، يجب ان تكون طموح ولا امبيشس؟ يس. ارجيو طبعا ايه؟ يجادل او يخالف ايه؟ الراي. جاي منها ارجيومنت، جدال، بتدفع جدال او خلاف. اوثر بار جراف، هي باراجراف ولا بار جراف؟ طبعا بدأ بيفور البوك دي خفيفه. بار جراف بيقول لك رسم ايه بقى؟ بيان، زي دايجرام كده، يبقى بار جراف. جراف معناها رسم يعني. ده معناه ايه؟ اوتلاين هنا يعني ايه؟ يعني يلخص. اوتلاين معنى يلخص، بس الرسم بياني فيها دايما فيها كلمه جراف. برايت لا مشرق او ذكي لا معنيين طبعا، كير تشيركول، كلاس ميت، زميل، فاصل. طبعا لما خدنا كل اسئله كلمه ميت يعني زميل، بتطلع اكتر من كلمه ديسك ميت وكلاس ميت. كولونيال استعماري، جاي من كولوني، كولوني يعني مستعمره، مستعمره، مستعمره يعني خاصه بالاستعمار، وممكن مستعمره نامي او ناحي كولوني. كونفيدنت حرف جر جنبها اوف، كونفيدنت اوف، واثق من. لما اقول كده نصيحه، بي كونفيدنت اوف يور سيلف، كون ايه؟ واثق. طب احنا واخدين كونفيدنس واثق، طب كونفيدنس ثقه اللي بتساوي كلمه كروس. كروس شديد الغضب، يبقى بتساوي كلمه ايه؟ انجري. يعني لما اكتب كلمه كروس ايه اللي بيجي في دماغنا؟ انجري. كروس انجري جرامبي خدناه؟ فيوريوس خدناه؟ يعني كل العصابات ده بمعنى غاضب. كروس لا فعل بمعنى ايه؟ كعبه. نار ده صفر. اللي قدام ده كله صفات. كل ده بمعنى صفات. طبعا ترجمته ايه بقى؟ غاضب، ممكن اقول كروس، انجري، جرامبي، فيوريوس. كروس كرول يعني خلاص. طبعا كرول عكسها وايل. لو زودتها تي واي تبقى كرولتي، قسوه. كرولتي يعني قسوه، تي واي.
كيور طبعا نون غير ديفلوبمنت ديسيبل يعني ايه؟ معاق. انا قلت ده ديسيبل معاق العاقين لما اخد ده وصفه بتشيل ايه للفرق ده؟ ايكونوميك هنراجع بس بسرعه على الحاجات بتاعت اولى ثانوي. طبعا الاثنين دول صفات. ايكونوميك يعني ايه؟ اقتصاد. خاصه بالاقتصاد، حاجه تصف ايه؟ الاقتصاد. يعني ممكن اقول ايكونوميك مثلا بروبلمز مشاكل اقتصاديه كرايسس ازمه اقتصاديه خلاص؟ ايكونوميك جروث نمو اقتصاد جروث نمو يبقى حاجه خاصه بايه؟ الاقتصاد بالمعنى العربي ماشي. كلمه ايكونوميكال مقتصد او موفر او مدبر بتيجي للعقل وغير العقل. يعني اقول مثلا ايكونوميك خلينا اقول مثلا ايكونوميكال هاوس وايف هاوس وايف ربه منزل تبقى مدبره مدبره ماشي. طيب ايكونوميكال ماشين ايكونوميكال لايت لايت او لام يعني طاقة موفرة متوفرة انرجي يعني طاقة مثلا او ماني يبقى ده الفرق ما بين الاثنين دول. حتى لو انا بشرح هنزهقنا الحصه من اول ما لو فضلنا على كده يا اخوانا معلش اندرستاند اقول لكم والله انا مش زعلان بس مش عارف اشارك المجموعه دلوقتي احنا يعني بصوا كده المجموعه كل سنه بتقضي له قد ايه؟ انا ما بدخلش حد جديد ما بزعلش ان حد يمشي بس لما اكون شغال والطالب قاعد قدام مستهتر ببقى بغني من جوه. ما اعرفش اشتغل بيبقى الحصه زي ما تكون على قلب بقى جبل. في ناس قدامنا كده نوعيات كتير جدا جه الحصه تهرب. انا مش هقبل الكلام ده. يعني قاعد قدام قلنا 100 مره اللي بيقعد جنب حد وبيقعد يكلمه كتير يغير مكانه. سيادتك مش قادره بقى اقعد يسيب الكرسي فاضي جنب زميلك. بس ما اكون شغال كده يعني حتى الطالب يجي لنا يومين ما يجيش مركزنا ونمشي. احنا بنشتغل اقل من اقل فلوس ولو نقدر نشتغل ببلاش هنعملها. ما بنقولش ولا 200 ولا 300 ولا اكتر ولا اقل، بنشتغل ب 100 جنيه، ما يجيش بقى نتضايق بقى ونتنرفز حالة دمنا في الحصه دي وعاملين المساحه بتاعتها ساعتين. امال كده مش هينفع. في نوعيات في المجموعه دي مضايقاني جدا في المجموعه دي. مش عارف اشتغل بسببها. يشتغلوا كويس لا يمشوا ويشوفوا مدرس تاني. ان ممكن ياخد المجموعه بسبب. يبقى لما اقول ايكونوميك بمعنى ايه؟ اقتصادي جامد من ايكونومي. اقول ايكونوميك بروبلمز كرايسيس ازمه او جروث. دي معناها مشاكل دي معناها ايه؟ ازمه دي معناها نمو نمو اقتصادي. ايكونوميكال مقتصد او موفر او مدبر للعقل وين؟ للعقل هاوس وايف يبقى ربة منزل موفرة او ماشين آلة او لايت مصباح زي ما هقول لك انا اشتريت لمبة ايه؟ موفرة الايكوال متساوي بتنفع كفعل يساوي كفعل يعني ايكواليتي طبعا ايه؟ مساوي عكس ايكواليتي ايه؟ انيكواليتي الاي ان هنا بقول اي كونتاكت اتصال بصري اي كونتاكت اي كونتاكت فير طبعا معرض لا معنى كلمه فير كصفه عادي عادي بتساوي جاست او عكسها انجاست فيجر رقم واخدين فيجر دي في اولى ثانوي تنفع رقم بتساوي ستاتستكس وممكن تنفع ايه بقى شخصيه تاريخيه زي مصطفى كامل وتنفع قوم الجسم اللي هي كان معنى ثلاثه يقولوا انت اللي شافهم مش هنكتبهم قوم الجسم شبه فاضي يعني شخصية تاريخية أو عسكرية أو غيرها ثلاثة رقم لما أقول لك بقى أظهرت الإحصائيات عاوز ترجمها بالعربي إحصائيات ستاتستكس ستاتستكس اللي هي الستاتيكا ستاتستكس ده علم أو أقول فيجرز شو ذات لما أقول بقى ترجمة فيجرز شو ذات يعني أظهرت الإحصائيات عن الأرقام خلاص جنريشن جيل وتنفع توليد طاقة لأن الفعل منها إيه؟ جنريت خلاص جود ناتشر يعني لطيف جرامبي غاضب ادينا الوقت قلنا كروس جرامبي وانجري وفيوريس هارت انفيجن غير صبور جزع يعني عكسها بيش ان الكواليتي قلنا دلوقتي انسبريشن الهام او واحد واخدينها
يعني ايه؟ رئيس او مفتاح. لو جت بمعنى اسم تبقى مفتاح، لو جت بمعنى صفه رئيس. لما اقول كي بوينتس النقاط يبقى رئيسيه. ماجورتي اغلبيه، ده عكسها ماينورتي. شغل اولى وثانيه ثانوي ماجورتي. ماجورتي بتساوي موست، معظم. ماينورتي بتساوي مارش اللي معناها مسيره او يتم. طبعا لو مارش جت ام بقى كده ام كده شهر مارس. امال مارش هنا معناها مسيره او او ايه؟ او يكون مسيره. لا معنى تاني مارش تخطو خطوه عسكريه، خطوه منتظمه. لما اقول سريعا ايه؟ مارش. كلمة سريعة الماتش دي ماتش دي لا دي يعني هنمشي بس الخطوة ايه منتظمة، زي مثلا طوابير اللي بنشوفها طوابير الجيش دي ما بيمشوش كده رجالة زي ما احنا ماشيين في الشارع كده، بيمشوا بقى خطوة الرجل ترفعها وتنزل في ايه وقت واحد اسمها مارش، يبقى دي خطوة معتدلة أو خطوة منتظمة. ماينورتي طبعا الأقلية. موتيفيت يعني محفز، زي كلمة انكارج انسباير بوش ماشي. ناطي مشارك واخدينها دي. دي جت بقى في القصة، مش في القصة بقى، في القطعة الثانية السنة اللي فاتت. نوتي بوي الواد الايه؟ المشاهد اللي كان بيخبي كده الشوز. ايوه. احنا بنقول بقى اللي بيجي في الامتحان مش كله من الكتاب وبيركبوا، في حاجات بره المنهج كده. بتتقال طول ثلاث سنين. نوت طبعا نلاحظ كفيرب يعني. نوتسيبل ملحوظ، بتساوي ريماركبل او ستاندينج. اوبيس واضح، بتساوي كلير. بتساوي كلير وبتساوي من شويه ايفيدنت. ايفيدنت برضه معناها ايه؟ واضح. يبقى ممكن اقول كلير، ممكن اقول ايه؟ ايفيدنت. بارليمنت البرلمان. باترن يعني ايه؟ نمط او سلوك. برسنتيج طبعا نسبه قويه واخدنا. بودكاست برضه واخدنا. بروتست احتجاج او يحتاج. يبقى واخدين مارش يعني مسيره. بروتست احتجاج. ولو حطيتهم على بعض بروتست مارش. يعني عامل مظاهره ضد حاجه. اسمها بروتست مارش. بروتست يعني ايه؟ يحتاج. زي مثلا كلمة ارجيو. زي ريفيوز. خلاص؟ زي اوبجيكت. مثلا اوبجيكت يعني ايه؟ يعترض. زي ريجيكت. خلاص؟ فلما اقول على بعضها بقى بروتست مارش مسيرة احتجاج او مظاهرة احتجاجية. بيوريفاي ينقي. واخدينها قبل كده بيوريفاي. ينقي. وبيور يعني ايه؟ طب لو كتبت هنا بيور بيوريفاي بيوريفيكيشن. طيب طبعا اللي قدامنا دي ادجكتيف صفه ده صح؟ بيور ده عكسها ايه؟ بيور غير نقي. طبعا اللي عندكم دي ايه؟ بيور يعني ايه؟ نقي. طب ايه بيور؟ ملوث او غير ايه؟ بيوريفاي ينقي. الفعل ده لو جالنا في الامتحان اول بيساوي ايه بقى؟ فلتر. واخدين؟ فلتر. فيريفيكيشن التنقية. طب لو جت لنا بيوريفاي وفلتر بقى في الامتحان وقول لي هي بتساوي ايه بقى؟ الانجلش. الانجلش. بيوريفاي وفلتر بالعربي يعني بتساوي ينقي الفعل يعني. يعني ايه نقطة؟ يعني خلاص يعني بيوريفاي ووتر كده؟ بيوريفاي بلاد مثلا. ريموف ويست. ريموف ويست. انا افتكر قلتها قبل كده بقى. يزيل الشوائب. ريموف ويست. شرح الحاجات دي مهم يا اخوان، مهم مش على قد كده بس. كورتر يعني ربع طبعا، لما اجي اقول ربع حاجه وحتى ربع ساعه برضه. ريز يرفع او يسير، ده بياخد مفعول. ريز ماني يرفع، يرفع اموال ولا يجمع؟ يجمع. ريز فويس يرفع صوت. ريز هاند يرفع يد. ريز تشيلدرن ربي. بتاخد مفعول بس بتاخد اكتر من ايه؟ من معنى. خلاص؟ طبعا انتوا واخدين رايز بقى يعني يرتفع من تلقاء نفسه او ينهض. ريفليكت يعكس جامد. ريفليكشن يعني ايه؟ انعكاس. ريجن افليم. ريليتد يعني ايه؟ متصل او مرتبط. دي بتساوي في اللي هو ايه؟ لينكد. اسيتد. كونكتد. ريليتد. ريزالت نتيجه. ريزالت اوف ذا ماتش مثلا جول بالاو طبعا ولا باليو؟ باليو. حكم او يحكم؟ بعد. دي بقى؟
لا مش باين، انا قلت ده مجهول، دي معلومه مجهول لان بياخد مفعول معلومه ايه مجهول. مجمع اموال ريز ماني، طب اموال تجمع ماني ريز بير بار اللي هي بمعنى ايه؟ يصير تمشي احسن، هي قريبه منها بس بقول مثلا ايه؟ هيز سترينج بيهيفيور. يعني ايه سترينج بيهيفيور؟ سلوكه الغريب. هاز ريزد اور سسبيشن، اثار سسبيشن شكينا ممكن غريب شويه. يبقى مثلا كلمه يبقى ريز هنا زي كلمه انسباير قريبه بس معناها يصير حاجه الى حد ما بتبقى حاجه باد. يعني ايه؟ يعني برضو لو قلت مثلا هيز باد كلوز ملابسه اللي بقى سيئة دي الوحشة دي الورن، الورن يعني او تورن يعني ايه؟ تورن يعني متهالك. مثلا هاز ريزد اور سيمباثي مثلا تعب يصير ايه بقى؟ تعب زي كلمة صفات. طيب احنا كنا بنقول كلمة ايه بقى؟ رول. رول رول يعني ايه؟ حكم او ايه؟ او ايه؟ لو قلت رولر حاجة رول بقى معنى تاني عن مسطرة، معنى تاني بقى خالص يعني ايه محكمة مسطرة. طب لو انا قلت كلمة رول دي كده رول بتساوي جبر يحكم ماشي، جاي منها بقى رولر حاكم، جبرنر حاكم بالاو مش بالايه، جبرنر خلاص دي معناها حاكم. والكلمه دي اسمها رين، مين فاكرها؟ قطرة حب. لما قلت سادات رين قطرة حب سادات، سادات رين قطرة الحكم بتاعتي. رول ساينتفك ساين لافتة وتنفع يوقع وفعل significant هام او ذو ايه؟ مرجع. يعني بتسوي كلمه important او essential vital وعكسها بالمناسبه insignificant. speculate يتامل او ايه؟ يتكهن. يعني يتكهن معناها يتوقع مثلا. speculate زي كلمه مثلا ايه؟ expect. statement بيان. statistics ولا لا؟ قريبه من كلمه figure. ده بقى يعتبر العلم نفسه. يعني يقول لك ده احصاء. يعني علاقه غلط استراتيجيه تسمعوا الحته دي؟ اتلغت طبعا. اتلغت سمرايز بتساوي كلمه ايه؟ اوت لاين. سوينج مرجوحه، مرجحه يعني. تيبيكال بقول نموذجي، نموذجي او مناسب عشان بس ايه؟ ساعات احنا بنقول مثلا ايه التوأمين دول تيبيكال بالعربي كده. انا قلتها في الاول. دي ايدنتيكال. تيبيكال وايدنتيكال في فرق كبير قوي في لغتنا احنا. تيبيكال نموذجي او مناسب لحاجه معينه. يقول لك مثلا هيز هاي طوله كده از تيبيكال فور باسكت بول، مناسب قوي لكرة السلة، معاه مترين خلاص؟ أمال لما أقول الاثنين دول توأم متطابق مش فرق بينهم اسمها ايدنتيكال. يبقى أنا بفرق بينهم إيه دلوقتي؟ تيبيكال وايدنتيكال. اللغة بتاعتنا احنا مبوظينها في العربي. كلمة تيبيكال نموذجي أو مناسب. جو النهاردة كده تيبيكال فور ابيكنيك. مناسب قوي بالنسبة ولا ايدنتيكال؟ لا تيبيكال. سيوتابل. خلاص؟ امال ايدنتيكال معناه اكزاكتلي ذا سيم، متطابق تمام. قال مثلا ايدنتيكال ايه بقى؟ توينز ماشي؟ تيبيكال فيجن يعني ايه؟ رؤيه بتنسب كلمه سايت فيجن. لما اقول لك رؤيه ورساله المدرسه ترجمتها يعني تبقى فيجن ان. يقول لك مثلا لكل مدرسه رؤيه ورساله تحاول ان ايه؟ تحاول ان تكمل الجمله، تحاول ان ايه؟ تحقيقها. لما اقول رؤيه وايه؟ ورساله. رؤيه رساله. رؤيه عندكم هنا ايه؟ فيجن. هنا معناها فيجن وتنفع وجهه نظر على فكره برضه. رساله هتبقى ميشن. ما تبقاش عشان بقى الترجمه. يقول لك مثلا بالعربي كده لكل مدرسه يعني. رؤيه وايه؟ ورساله تحاول ايه بقى؟ تحقيقها. هل الرساله تبقى مسج؟ رساله مبعوثة كده ولا ميشن؟ ميشن يعني تاسك. يعني حاجه نفسها ايه؟ تحققها. عشان هي ترجمه بالعربي اوكي بس دي ترجمتها انجلش عشان تدينا نفس الايه؟ المعنى. يبقى الرساله تبقى ايه بقى؟ ميشن ودي تبقى فيجن. رايت تو اتشيف يس.
Every school has got vision and trying to achieve. What you saw it, you can have a sweet, the ING, will behave, it has an A. Slow, طبعا will behave worldwide. في الورك بوك بقى بقول ايه يعني هدف او ايه؟ هدف طبعا واخدينها بتساوي كلمه ايه؟ جول. كاركتر يعني شخصيه. كوميونيكيتور واخدينها برضه. كومبلين يعني ايه؟ يشكو. بدون ما تحط جرد كومبلين. كومبلين تقول يعني ايه؟ يشكو الى كومبلين وكومبلين ذات وجمله. ماشي؟ ليس اجري يعترض. فورمال رسم تبع عكسها انفورمال غايد اورجنايزر منظم وكلمه انيبل يعني ايه؟ غير فاضي. هناخد الثمان جمل الخاصه بالتالي all women are demanding. اكتبوا كلمة demand يعني يطالب يطالب. كل نساء بتطالب بفيرنس. مين فاكر فيرنس؟ العدل and طبعا دي بتساوي دي مش كده؟ هي دي بتساوي ده عشان وجود ايه بقى؟ وجود ان يعني جميع النساء يطالبن بالعدل والايه؟ والمساواة مع الرجال. ان دير بيبي يعني الاجر. الاجر الاجر في الوظيفة طبعا. طيب that shows that teenagers are involved in a high percentage of traffic accidents. Statistics يعني احصائيات. عاوز الكلمة دي عشان احط مكانها فيجر. يعني تظهر الاحصائيات ان المراهقين are involved يعني متورطين كده. دي معناها متورط. في حوادث السير بنسبة كبيرة هاي برسنتج. وطبعا ترافيك اكسنت يعني بقى حوادث السير حوادث طرق. يعني ناس كتير مراهقين كده من 13 ل 19 هم السبب في ايه؟ حوادث السير. لما تيجي بقى حادثة او كرايم يعني جريمة وفيرب انفولف يترجم بقى يشترك ولا يتورط؟ يتورط. تبقى حاجة جود يعني حاجة بقى. السوشيال ميديا have become an important way of information and ideas. communicating. نقل يعني. نقل الاخبار وايه او الافكار والمعلومات. عندنا هنا connecting. The new book of poems. The poets love it nature. فليكس يعني بقى يعبس. بقول لك الكتاب الجديد من الايه؟ بويم يعني القصائد. يعكس كده حب الشعر والطبيعه. فليكس. My mother always tells me that people who are lying اللي بيكذبوا tend to avoid eye contact. ما بيخدمش يعني اي كونتاكت. طب ايه اللي انتوا فاهمينه رقم خمسه بقى؟ يعني دائما ما تخبرني والدتي أن الناس يعني الكذابين بيميلوا تنجي يعني يميلوا أن يتجنبوا الأي كونتاكت. يعني لما بيجي يكذب كده ما بيبصش في عينه لأنه طبعا بيقول حاجة إيه بقى؟ فولس. حاجة إيه؟ رايز أكاذيب كده. أي كونتاكت. Our new neighbors with each other all the time and they make a lot of noise. Argue يعني يجادل. Argue بتاخد ود مع شخص او فكره. وargue about يعني عن شيء. By law قانونا يعني companies must release the sales later regularly and pay taxes. ناخد ايه بقى؟ قانونا الشركات المفروض ريليز يعني تطلق the sales ايه بقى؟ figures. اللي هي ارقام البيع. ارقام ايه؟ البيع. تقول بعد بايه؟ ليتر ريجولارلي يعني بشكل بشكل منتظم. اند باي تاكس تدفع ضرائب. يعني المحل يقول هو باع ايه النهارده؟ باع ايه السنه دي عشان يعني الضرايبه قد اللي باعه. ميني بيبول هاف تشينجد ذير سبيندينج in response to changing condition. دي مهمة. باترنز انماط او سلوكيات. سلوكيات الايه؟ الانفاق.
ولك ناس كتير جدا غيرت سلوكيات او انماط الانفاق بتاعتها استجابه للتشينجينج كونديشنز، يعني الحالات المتغيره او الظروف المتغيره. احنا المفروض كنا نكمل بس ما قعدتش اكمل. ايه كده النهارده؟ الجزء ده اللي اتاخد اخر كده، ويوم الحد الجاي هقول لكم على الامتحان نعمل فيه ايه بقى. طيب عشان نتكلم في الامتحان ده ولا نتكلم في اي حاجه؟ والناس اللي كلمتها النهارده لو الحصه الجايه وصلت الحاله زي بتاعت النهارده دي، انا هرمي المجموعه مش هكملها. الناس اللي قدامي في ناس جايه تهرج، ما بحبش الكلام ده، ما بقبلوش في اولى مش هقبله في ثالثه. الناس تشد نفسها كده احنا شغالين، يا اما نقعد في البيت. المره الجايه بقى الكلام فيس تو فيس بقى بالاسم، هنسمي بقى الناس اللي قدامنا بالاسم. النهارده انا مشيتها كده، ويوم الاحد هنقول الامتحان ده امتى بقى.